حصتنا اليوم برنامج زون ميكس نهار السبت توج بحثنا برنامج رياضي في تونس في الاستفتاء نظمته وكالة كاتكس تونيزي في حفل النجوم 2020 اللي حضروا عدد النجوم من تونس كانت حاضرة في الحفل اللي يقيم يوم السبت الماضي. معنا بالتليفون باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الحفل هذا وعلى التتويج هذا أمين زينة مدير شركة كاتكس يعطينا أكثر تفاصيل لوكالة صبر الأراء كاتكس يعطينا أكثر تفاصيل عن الموضوع. أمين أهلا بك. أهلا وسهلا شعبك. مرحبا بك خويا به امين مرحبا بك الساعد وكان تعطينا نحطنا في الاطار ونفهموا اكثر شنو الحفل هذا ستار تونيزي اللي نظمته وكاله كاتكس لصبر الاراء. هو ستار تونيزيا بدا في اول اديسيون نتاعو عام 2018 كانت اول انطلاقه للكونسيبت هذايا. كونسيبت خلقته المؤسسه حتى يكون فما حتى نحكوا حالة من المنافسة بين الإعلاميين والفنانين والممثلين وغيره. دونك سناخ ذا أكثر صدى بدأ يتعرف شوية. دونك بدأت الناس تعرف شنو الكونسيبت وانتوما سناء كنتوا كان فما إكسبسيون سناء وزدنا لجنة تحكيم أبار لسانداج انتم زادك كانت لجنة التحكيم شفت انه برنامجكم من افضل البرامج الموجودة في العمانة على الراديو وكنت خذيت بري سبيسيال جوري وان شاء الله العام الجاي زادك كيف نلقاوكم برمي الستار متاع تونيزي. عديد الأسامي اللي كانت متوجة في الحفل هذا أمين لو كان أعطينا فكرة أكثر شكون كان موجود في الحفل. هو الحفل كان تبارك الله معناه الناس كل موجودة. كان جعفر القاسمي موجود, سمير الوافي, لطفي العبدلي, فتلي الهداوي, جميل الشيخي, العديد من النجوم ما نجمش نذكرهم الكل. كانت السهرة أنا كنا صورنا حلقة خاصة سوري سبيسيال ستار تونيزيا باش تتبث في إحدى القنوات التلفزية إن شاء الله في الأيام الجاية. التقديم كان الخولة سليماني وزميلكم سليم بن سالم والإخراج كان المخرج الشاب محمد خليل بحري وكانت سهرة ممتازة, سهرة ناجحة إن شاء الله كيتفرجوا عليها زد إن شاء الله تعجبكم. وقتاش البث نتاعها ان شاء الله وين باش تكون؟ مازال ما تحددش. هو مازال ما تحددش الحقيقه, مازلنا اونطران نيغوسي مع كلكو تيلي ان شاء الله في النهارين هذوما ان شاء الله نعلنوا على وين باش تتبث الحلقه هذه. اللي لاحظتوا مين فماش نجوم رياضيه كانت موجوده في الحفل, علاش اختيار منكم انتم ولا شنو بالضبط؟ هو سنه هو ما كانش معناه في الكونسيبت الاخرين كانوا ديما موجودين لي سبورتيف. سنه اللي شفنا هو انه معناها سبور يمكن تعطل كيما تعرف معناها تعطل معناها برشا حاجه تعطلت برشا برامج وقفت. فالحقيقه خيرنا في المؤسسه وانه يكون كان لجنه التحكيم هي اللي تعطي السبور ما حطيناش الكيستيون في السونداج اسمه. يعطيك الصحة أمين, حبينا تكون موجود بحضرنا لهنا ناخذ معندك أكثر تفاصيل لكن أبارامون تعطلت في ثنية. تعطلت في الطريق وهاني جاي في ثنية, حبيت نطلب منك السماحة ولا في أول المداخلة حبيت أقول لك سامحني خاطر. لا مش مشكلة مرحبا. البري نتاعك هو عندي في يدي هاني جاي بيه في ثنية إن شاء الله قريب نوصل ون مرحبا بك. يعيشك شكرا. يعطيك الصحة أمين زينة على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها حول جائزة أفضل برنامج رياضي اللي تحصل عليه برنامج زون ميكس على إكسترا إف إم اللي يبث كل يوم. ثم سبت فاصل الموسيقى ثم مكملين اخر جزء من الحصه بتاعنا.